يعني انا ما كنتش اعرف ان في مؤتمر كانت بنوة مع موقع عندنا كنت مسافر بلغ انا محضر عليك بدل ما كل حاجه اي حاجه اعلاميه انا تاكدت دايما تفهمني ان دي حفله حضراته للصحفيين ويمكن دي اول مره تحصل في تاريخ الانديه يعني تقريبا ان يبقى في علاقه متبادله زي ما النجاح كان لينا حبينا ننسبه ليكم وانتوا كمان وقفتوا جنبنا في الفتره اللي احنا اشتغلنا فيها وانا بعتبر كاس مصر هو انجاز للمجلس ده لان احنا تولينا من المسؤوليه يمكن كان في وقت قصير قوي البطوله كلها لكن الحمد لله احنا بيكم وبجمهور نادي الزمالك قدرنا نحقق البطوله وباللعيبه طبعا والجهاز الفني فانا بشكر حضراتكم واللي دعاكم لو كابتن ايمن يونس او دكتور جمال درويش انا بشكره لان ده نفس الفكر اللي انا كنت بحاول انتهجه ان لازم كلنا نقعد جنب بعض والمبادره دي عايزينها تستكمل بان احنا ندعو كل اعضاء مجالس الاداره السابقه والجمهور والاعضاء ان كلنا فعلا عايزين نقف مع بعض لان دي ازمه طول عمرنا بنعاني منها في نادي الزمالك ان احنا بنعتبر نفسنا بخصوم وان الهدف مش واحد يجي المجلس ده فكل اللي بره بيحاول يوقعوه يجي المجلس الثاني يحاول يوقعوه احنا عايزين نغير مجلس يمكن انا قلت لما تولينا المسؤوليه ان احنا عايزين احنا جايين مش نوقف نادي الزمالك على حلو بس احنا بنحاول نعمل دستور جديد لينا في نادي الزمالك نمشي عليه الدستور ده قائم على الاحترام يعني اي حاجه باشمهندس مصطفى عبد الخالق اللي شايف انا قاعد فين وهو قاعد فين بيعملها هو اكيد انا اللي بعملها واي حاجه كابتن ايمن او هاني او الست اللواء اللواء مدحت مش اللواء عليك بيعملها اكيد انا اللي بعملها فاحنا بنكمل بعض واي نجاح انا هوصل له فهم اللي عملوه وزي ما انا قلت برضه مش كمان دخل الكون اكيد مجلس الاداره هو اللي دخل الكون لما انا بخلص طاقه او بدي بعمل اي مشروع يفيد النادي بيجيب له استثمارات مثلا فاكيد الشكابالا هو اللي عمله معايا من اصغر واحد لاكبر واحد احنا شركاء في النجاح فانا بشكر حضراتكم يمكن انا مش هتكلم على الملف بتاعي كتير لان الملف بتاعي اي نجاح فيه بيوصل لبقيه المجلس يعني يمكن هما تشجيعهم ليا وانا يمكن الحاجه دي اول مره حاجه يعني مش معقوله لما الدكتور كمال بيقول لي شكرا او برافو عليك او كابتن ايمن او هاني او اي حد في المجلس يعني انا فعلا ببقى اكثر رغبه في ان انا ازود مجهودي عشان اوصل لنتيجه افضل فانا بشكرهم كلهم وانا اي نجاح بحققه هو مش نجاح لي انا هو نجاح للمجلس كله زي ما اي حد بيحقق نجاح فهو نجاح لي انا شخصيا وانا بوعد حضراتكم ان احنا ان شاء الله هنعدي بالمرحله دي وبنشيل الماضي ورانا ما يهمناش مين اخطا او ما اخطاش احنا جايين وقت نادي الزمالك على خيره ونسلم المهمه دي لاي حد ان شاء الله هيجي في مجلس منتخب ايا كان هو مين وبطلب من اللواء علاء بعد كده يبقى يتصل بالناس كلها ويبلغهم خلاص يلا يا احمد المايك بقى مش طول عليك وديك دكتور كمان لو في